الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. يا الله انصف في غناهم وعفهم. آمين. صغيرة كبيرة زاهني باطني عاطفا في غناهم وعفهم. أعمال الصالحة نصيب فرما. أعمال السيئة في وجهك توفيق. شرور وفتن سے محفوظ فرما. مقاصد حسن میں کامیابی عطا. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما. اے اللہ عرش صاحب کی بھاوی میں انتقال ہو گیا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. زہیر صاحب کے بھائی زہیر صاحب کی والدہ بھی انتقال ہو گیا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اہلیہ مقبول صاحب جو صاحبہ ہفتے سے بیمار ہیں, دعا کیجیے اللہ صلاة مقيمة صلاة